قال أن يكون
What's
ألا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم خلق
العرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن
صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة ومباركة من كتاب الله الكريم، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.